عندما يكون هناك خرق لسياسة إيباي، يمكن لإيباي توقيف الحسابات. توقيف الحسابات من طرف إيباي يعني توقيف العمل، وغالبا ما تكون سلسلة من المشكلات ذات الآثار الخطيرة على البائع. لماذا يوقف إيباي حسابات البائع؟ لأنه واجبه لحماية المجتمع من المشترين والبائعين السيئين. إنهم يريدون التأكد من عدم تضرر أحد، لا العلامة التجارية ولا المشتري ولا البائع. ربما الأهم من ذلك هو أن السياسة الانتهاكات قد أضرت بسمعة إيباي، لهذا السبب يهتم إيباي بها. سنشرح في هذا الفيديو سبب تعليق حسابات إيباي، وكيف تعمل العملية، وكيفية تجنب حدوثها مرة أخرى. لماذا يوقف إيباي حسابات البائع؟ هناك العديد من الأسباب وراء قيام إيباي بتعليق حساب البائع. فيما يلي بعض الأمثلة عن المشكلات الشائعة التي يمكن أن تظهر في مقاييس الأداء: الشحن المتأخر للطلبات بما في ذلك عبر الدروب شيبين، التحميل أو التحقق من رقم التتبع المتأخر، معدل عيب عالي في المعاملات، فشل في حل الحالات التي أطارها المشكلة مشترون في مركز الحلول. أولا، الشحن المتأخر للطلبيات. الشحن المتأخر هو مشكلة كبيرة. بعد كل شيء، يتحقق معظم عملاء إيباي من وقت الشحن المقدر للبضائع التي يشترونها، لذلك قبل تقديم الطلب يقوم العميل بالفعل بتحديد توقعات التسليم الخاصة به. على سبيل المثال، إذا كان وصف المنتج ينص على التسليم خلال 3 أيام، فمن الأفضل تسليمه في 3 أيام. في الواقع، إنه مشكلة إذا استغرق البائع يوما في إرسال العنصر ليغادر مكانه. الإرسال المتأخر يثير قلق المشترين، وسيسارعون في تقديم شكوى أو ترك ردود فعل سلبية. بمجرد أن يسدد العميل مدفوعاته، لا ينبغي أن يستغرق شحن العنصر إلى الخارج أكثر من 2 ساعات. ثانيا، تأخير تحميل لرقم التتبع أو التأكيد. يرغب المتسوقون عبر الإنترنت دائما في معرفة حالات طلبهم، أو على الأقل يريدون أن يعرفوا أنهم قادرون على معرفة الحالة في أي وقت يريدون وبسرعة. لذلك فإن مشاركة أرقام التتبع بسرعة أمر ضروري. يقوم موقع إيباي بالتحقق من صحة رقم التتبع ومشاركته مع المشتري، وهذا أمر بالغ الأهمية. يؤدي عدم إرسال معلومات التتبع إلى رفع أحد علامتين بسرعة: إما سير عمل البائع السيء، أو فشل في الشحن بواسطة خدمة متعقبة. كلاهما غير مقبول ويقوض الثقة مع المشتري. يمكن أن يكون إقناع موقع إيباي خلافا لذلك معركة شاقة. ثالثا، ارتفاع معدل السلبيات في المعاملات. بعد ذلك يمثل انتهاك قياس معدل الخلل مسارا سريعا لتوقيف الحساب. يجب على البائعين معالجة اتصالات المشتري والشكاوى بسرعة كبيرة وبمهارة. أولا، تجنب أخطاء الإدراك أمر بالغ الأهمية. إذا كنت تستطيع، فمن الأفضل دائما بيع منتجك إذا تم استخدامه أو تم تجديد البائع. فقم بتسليط الضوء على العيوب، لا تبالغ بالجودة. في قوالبك وصفحة المتجر وصفحة الفيسبوك وموقع الويب، صف نفسك جيدا. اشرح التزامك تجاه المشتري، بين أنك بائع جدير بالثقة والعناية، ابني ثقة كافية مع عميلك. رابعا، الفشل في حل القضايا في مركز الحلول. يجب عليك معالجة مشكلات عملائك بشكل مباشر. يجب عليك أيضا تصميم قوائمك وقوالب القوائم مع وضع ذلك في الاعتبار. لا تملأ بياناتك بطباعة صغيرة لاستخدامها ضد المشترين عندما يتضمرون. يتوقع عملاء إيباي تجربة متسقة مع من يشترون، ومن غير المرجح أن يقرأوا أو يأخذوا بجدية شروط عملك الفريدة. فكر في عدد السلبيات التي تتطلب وإزالة المئات من الإيجابيات. صمم قوائمك للمساعدة في تجنب المشكلات المستقبلية، حتى لو كان ذلك يعني انخفاض المبيعات. هل يوقف إيباي أيضا البائعين ذوي المقاييس الجيدة؟ المقاييس هي أداة صريحة، إنها تساعد في تقديم صورة شاملة عن كيفية عمل البائع، لكنها لا تقدم الأسباب الكامنة وراء هذه الأرقام. يمكن أن يعمل البائع بجد على أدائه وله مقاييس رائعة، لكن إيباي يرى التواصل الكامل مع المشترين، ويمكنه اتخاذ إجراء بناء على حالة واحدة إذا كان ذلك مبررا. توجد المقاييس لمساعدة أصحاب الأعمال على إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية، وليس لتتبع انتهاكات السياسة. الانتهاك الشائع هو عندما يقوم البائعون بمحاولات متعمدة لمعالجة مقاييسهم.
هذا يتراوح من متابعة المشترين بشدة لتغيير ردود الفعل السلبية إلى حد استدعاء إيباي متظاهرا بأنه المشتري. تشمل الأمثلة الأخرى لانتهاكات السياسة ما يلي: عدم دفع رسوم إيباي بيع منتجات دون المستوى مزيفة، بيع نفس المنتجات من خلال حساب إيباي آخر. تؤدي هذه المواقف إلى تآكل سمعة إيباي بنفس القدر من المقاييس السيئة، وسيقوم إيباي بمعالجتها عندما يتم اكتشافها. إذا كنت تساهم في تجارب مشتريات دون المستوى القياسي، فأنت لا تبني مشروعا تجاريا صالحا وصحيا على موقع إيباي بصرف النظر عن مدى قياساتك أو حجم الأموال التي تقوم بتسليمها. هل سيحذر إيباي البائعين قبل توقيفهم؟ قد يؤدي السلوك المذكور أعلى إلى توقيف الحساب. بماذا يشتركون جميعهم؟ سوء إدارة الحساب. يراقب إيباي سلوكا سيئا وسيصدر تحذيرات متكررة لجميع المشكلات تقريبا في كثير من الأحيان، ومع ذلك لا يدرك البائع أن رسائل إيباي كانت جادة حتى فات الأوان. سوف يتعامل إيباي مع كل تحذير أرسله إليك في الماضي على محمل الجد، سواء كنت تعتقد أنه مهم أم لا. حقيقة أن رسائل إيباي تختلط مع رسائل العملاء ليست عذرا في نظرهم على الأقل. ماذا عن جميع المحتالين الذين يبيعون على موقع إيباي؟ لماذا لا يتم توقيفهم؟ الاحتيال الفاضح كان للأسف في الارتفاع على موقع إيباي. من الأمثلة على ذلك بيع البضائع المسروقة، عدم شحن العنصر الذي تم شراؤه، استخدام هوية مسروقة لإنشاء حسابات إيباي، عدم وصف العناصر المعروضة للبيع بصدق، تشغيل عدة حسابات شراء أو بيع أكثر من المسموح بها. إيباي لها سمعة، لذلك إيباي نشطة للغاية في تحديد وتعليق هذا النوع من البائعين بشكل دائم. المشكلة هي أن المحتالين يمكن أن يكونوا ماهرين للغاية في تغطية مساراتهم وفتح حسابات جديدة. حتى عندما يتم القبض عليهم فهناك أشخاص آخرون سيحلون محلهم. ماذا يحدث أولا عند تعليق الحساب على إيباي؟ أول شيء يحدث هو رسالة من إيباي تعلمك بتعليق حسابك. قد تقوم إيباي أو لا تفصل الأسباب أو الانتهاكات أو الأدلة التي استندت إليها في قرارها. حتى لو فعلوا ذلك فقد لا يكون التعليق منطقيا. ستتضمن رسالة التعليق في بعض الأحيان إجراء موصى به، وشروط التعليق عادة ما تكون فترات التعليق إما 7 أو 10 أو 30 يوما أو مدة غير محددة مع خسارة كاملة للامتيازات. لن تتمكن من تشغيل حسابك لفترة محددة من الوقت، ثم ستتم إعادتك تلقائيا بمجرد انتهاء التعليق. كيف يؤثر توقيف حساب لإيباي على البائعين؟ مشاكل بالسيولة المالية. لنبدأ بشيء ملموس: التدفق النقدي. البيع على إيباي يعني التعامل من خلال PayPal، إنه نظام تحويل أموال في الوقت الفعلي، وهذا ما يعرب عنه بائع القنوات المتعددة خاصة مقارنة بالأمازون والأسواق الأخرى التي تستغرق عدة أسابيع للدفع. بغض النظر عن حجم عملك، من الجيد دائما أن تصب في حساب PayPal الخاص بك. عندما تتوقف مبيعات إيباي تتوقف الأموال النقدية المهمة جدا لصحة العمل أيضا. المشاكل الشخصية. من هنا فإن الخطوة التالية هي الإجهاد الشخصي بسبب التدفق النقدي المتقطع. يمكن أن يكون هذا نهاية العمل. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض الروح المعنوية بين الموظفين الباقين، حيث يبدأ عدم اليقين بشأن الأمن الوظيفي. هل يتم تجميد حساب PayPal الخاص بك إذا تم تعليقك بواسطة إيباي؟ أصبحت إيباي وPayPal شركات مستقلة في عام 2015، لكنها لا تزال متشابكة بشكل وثيق. واحدة من أحدث آثار تعليق الإيباي، وقد تم فرض PayPal حدود أو تعليق صريح. غالبا ما يشتكي المشترون إلى PayPal، وكذلك أو بدلا من ذلك يشكون إلى إيباي. لا يستطيع PayPal أن يكون لديه تجارب سلبية لدى العملاء أكثر مما يستطيع إيباي، ولن يسمح للبائعين الضعفاء بتآكل الثقة التي يتمتع بها المشترون. يتم تحفيز PayPal وإيباي من خلال الربح بالطبع، وسوف يقوم البائعون غالبا بحساب الرسوم التي يفقدونها أثناء التوقيف. لكن ثقة وسلامة المشتري تساوي قيمة الشركتين أكثر من رسوم البائع الواحد. هذه الأعمال مبنية على الثقة ولا يمكنها البقاء بدونها. لذلك هذا الترابط هي حقيقة في عالمنا الجديد. سيزيد التدقيق والدقة والشفافية والمساءلة. قريبا قد يؤدي تعليق إيباي أو PayPal إلى قيود أخرى في أماكن أخرى.
سيبقى البائعون والمتسوقون الصالحون فقط، وهذا بالضبط ما تريد هذه الشركات.